اهلا بيكم حبايبنا واخواتنا متابعين قناة سمكاتو. النهارده معاكم في مزرعة الانطوني عند مينا يوسف. ده اول مرة اجي اصور معاه، من الناس المحترمة جدا جدا في مجال اسماك الزينة يعني، وعنده مستويات محترمة جدا جدا جدا. ان شاء الله هتتبسطوا معانا بالحلقة النهاردة. وكنا قلنا ان في متسابق لقطعة هاف بيك، زي ما انتوا شايفين الكيس اهو، احنا بنعرضه بس عشان خاطر الناس تبقى عارفين ان في مصداقية في الكلام، احنا مش بنقول اي كلام وخلاص. ومينا يعني ابو الكرم، وان شاء الله تبسطوا معانا في حلقة النهاردة. في مستويات رائعة، مينا مشهور بالطفرات بتاعت الجوبي وعنده حبة فايتر تحف. فيلا بينا نبدأ الحلقة. هنبدأ معاكم يا جماعة الحلويات في مزرعة الأنطوني. فايتر هاف مون إليفانت إير، حكاية يا جماعة حكاية، وسعر يا جماعة في الخيال يعني. الأسعار دي الصراحة ما بنلاقيهاش في القاهرة عند مينا هنا الصراحة يعني. الأسعار مختلفة تماما ومستوى رهيب زي ما انتوا شايفين كده، ولا فيها بهتان قدام ولا أي حاجة. طبعا البهتان ده كنا اتكلمنا عليه قبل كده في الحلقة، ده بتبقى مشاكل حصلت في الجينات بتاعت السمكة بعد التفريخ. ده يا جماعة هنا أول هاف مون احنا هنوريه لكم، وبعد كده عشان تعرفوا هنقول لكم الأسعار في الآخر بعد ما تشوفوا الهاف مون كلهم اللي موجودين. هنا عندنا تاني واحد تحفة يا جماعة، والألوان والشكل، هو بس لسه خايف مننا، احنا حاولنا نخليه يقرب كده. جميلة يا جماعة، عايزين نحاول نحركه كده، حاولوا تخليه يقرب سنة. هو حتى مش ايوه كده، هنخليه يزوم دلوقتي على اخوه اللي جنبه اهو. بصوا بصوا كمان ده فارد بقى نفسه، جميل رائع يا جماعة، حاجة هنا تحفة. عندنا كمان واحد إليفانت إير هنشوفه برضو أهو. بصوا مينا بيهشكه. بصوا يا جماعة، مستوى قمة في الاحترام وسعر على قد الإيد، فانتظروا عشان تعرفوا السعر. هنا عندنا تالت دكر فايتر برضو إليفانت إير، قمة في الجمال. أنا أول مرة أشوف اللون الأورانج دوه، تحفة. هو حاسس ان هو قريب من السلامندر باتر فلاي، هو سلامندر باتر هو فلاي سلامندر باتر فلاي بس اليفانت اير إليفانتير. صح. كان عندي في البيت، كان شبهه بس لونه ازرق، بس مش اليفانت اير. هي الفكرة، بص اللون ده بيبقى تصنيف يعني، في ناس مثلا تقول لك انا عايز دخل سلامندر، مفيش حاجة اسمها سلامندر، سلامندر ده لون مش سلالة مستقلة. اللون اللي هو بيبقى لون مثلا السلامندر برتقاني، ومن بالظبط تحت في الزعنفه لون ابيض. بالظبط، معلومه جامده دي يا جماعه من عند مينا، الحمد معلومه لله حصريه. يعني. لا يعني ده لون تمام، وده لون، بس هم كلهم التلاتة هافمون، سلامندر. التلاتة هافمون ايا كان اختلاف اللون يعني. مثلا هنا احمر فور ريد، هو لونه لكن هو هافمون، هو ما اختلفش حاجة عن الهافمون ايوه فاهم قصدك. تمام. بس ده هاف مون فول ريد، بص مالوش هنا علاقه بقى بالسلامندر، ان معروفه بص خلاص. بص بص ده هنا تحفه برضو يا جماعه، الله ما شاء الله يا جماعه، نقول ما شاء الله يا جماعه عشان ايه. يعني، بص هنا ده ذكر تاني، هو هاف مون بس هو لونه مختلف تمام. ايوه الأجانب بيصنفوا حسب اللون، لكن هي تحت أنهي شجرة من الفايتر، وده لون تاني، وهاف بصوا مون يا جماعه، مستويات ده ولا سلامندر، اروع يا جماعه. ده سلامندر سلامندر، اه. والسلامندر معروف ان هو بيبقى اللون الجسم بيبقى مثلا ثابت. هو ده فول تقريبا، ده مالتي كولر، ده مالتي كولر ده مالتي كولر، وتيجي تلاقي اخر الزعنفه بيبقى فيها اصلا ابيض. الفايتر ما بيستقرش على لون واحد، كل مدة بيغير الوان. يا طبعا انا كان عندي الزريعه في البيت، لقيت فيها حاجات بهتت. يعني بص بص ده دلوقتي لبني، ممكن بعد شهرين ثلاثة يبقى اخضر، بعد مدة يعني ثانية يبقى احمر. يعني موضوع البهتان بص اللي بص بيحصل هو بص للسمكة ده بص عادي. حاجة يا جماعة، اه منظرهم تحفة يا جماعة. ماشي، عندنا ايه تاني فايتر فيه اللي تحت دول؟ ايه بلاكت، لا لسه بلاكت. اه نتفرج بقى. ده قوي. طب احنا ومينا دول طبعا بسعر ودول بسعر. 250 هنا طيب هنا بصوا يا جماعة، اللي احنا قلنا عليهم دول
هنا اي الهاف دكر، مون، اي دكر هاف مون اي دكر هنا ب 350 جنيه يا 350 جماعه. سكان هاف مون او سكان الفانتير. 350 جنيه بالظبط. سعر يا جماعه ولا اروع، هتاخد مستوى في القمه في الاحترام. هنا بقى بلاكت، بلاكت نيمو نيمو، تمام. 250 250 جنيه يا جماعه. دي طفرة مش موجودة غير عندنا بس. دي كنت منزلها برضو في الرساله اللي فاتت، حاجه يعني بالظبط. خيال. دي بلاك ساموراي تمام. جميله. كل دول ده الجنب دوت كاندي، 250 جنيه. ده كاندي. لا الساموراي 350. السمار ماشي، 350 الساموراي، ده تمام كاندي ب 250، تمام ده ساموراي افاتار. ان هي الفكره هنا، انا هنا طفرتين في بعض، بلاك ساموراي افاتار، هي الافاتار طفره والبلاك ساموراي طفره، هو ده جامع هتجنوهم مع بعض. الطفرتين هتجنوهم مع بعض. بالظبط. هما الصراحة يعني بيبدعوا في موضوع ال هي الفكره، هو بيجتهد علميا اكتر شويه تمام. ده برضك بلاك ساموراي افاتار، ده ذكر الوحيد في مصر، وايت اند بلاك هاف اند هاف، نص اللي قدام ابيض النص اللي ورا اسود، مفيش تحفة هزار. تحفة يا جماعة. ده بكام بقى ده؟ ده ب 250 250 جنيه. تمام. حاجة يا جماعة ولا أروع. الفايتر وجماله من الحاجات اللي قلنا عليها، سمكة رئوية. بصوا يا جماعة الإليفانتير ده تحفة يا جماعة، ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لصاحب نصيبه. بصوا فول ريد برضو وهم، والسعر يا جماعة بأمانة يعني مش هتلاقي زيه. يلا على اللي بعده يا جماعة. عندنا بلاك دراجون وريد دراجون بلاكت، وبلاكت، سعر على قد الإيد، 150 جنيه بس يا جماعة. ده للذكر، ده والنيتش للذكر، القطعة ب 100 جنيه، بلاك دراجون او ريد دراجون برضه، والنوتي كمان الحتة ب 100 جنيه بس. يعني الجوز ذكر وكلب. وهنوريهم لكم برضو مستويات محترمة قوي يا جماعة. طبعا الكوبايات دي بتظلم الفايتر، بس هنعمل ايه؟ عندي جايب فايتر ياما ما عنديش اماكن. هو مشكلة الفايتر ان لازم تفصل كل واحدة عن التانية، بالظبط. فبتعمل بتاخد لك مكان رهيب يعني. للأسف. يلا على اللي بعد. النوتي بتاعتها يا جماعة، بتاعت الريد دراجون والبلاك دراجون دي اللي احنا قلنا عليهم سعر الحتة ب 100 جنيه. هنحاول نجيبها لكم كده. تحف يا جماعة، تحف تحف عند مينا، سعر على قد الإيد. ده بلاكت يا جماعة. هنا عندنا يا جماعة حبة فيطرات برضو تاني تحف. ها ده مش احكي. هضمون، ده ده مش هضمون. مش هضمون عشان ما حدش يضحك على هاوي. ده اسمه سوبر دلتا. بكام يا معلم ده؟ بكام؟ ده كده شايف العسل ده؟ شايف كده من فوق؟ ودي الكبير وكل حاجة حلوة اهي. 150 جنيه. 150 جنيه يا جماعة. سوبر دلتا المال الحلال. ده مال الحلال اهو. أسعار قمة في الاحترام ومستوى محترم. بصوا يا جماعة، كفاية بس يا جماعة إن أنت هتتعامل مع مينا، واحد من الناس المحترمة جدا وعنده شحن، اللي عايز أي حاجة يقدر يكلمه في أي يعني وقت. ده ممكن يتباع مون، بس هو سوبر دلتا. هو سوبر دلتا يا جماعة. هنا يا جماعة بقى عندنا النوادر اللي عند مينا، حاجة من الحاجات اللي ما بتلاقيهاش عند حد بقى. طفرات الجوبي اللي في ناس كتير بتشكك ان هو عنده الطفرات، ان هو شوية مهمل في حتة التصوير، بس هو يعني عايز اقول لكم ان هو بيجيب احسن طفرات في الجوبي بالذات. بس طبعا يعني عايز اقول لكم الاسعار شوية بتبقى مختلفة، ان هو نتيجة ان دي طفرة حسب كل جريد يعني دوت دي. وفي نقطة تانية، أنا هنا حوضي تجاري، خلينا نبقى صراحة، أنا حوض تجاري ولا عندي زرع ولا عندي جرش، وكل ده بيغير على ألوان السمك. يعني بص هنا، بص الذكر ده واخد ألوانه، يعني السمك ده لما بينزل حوض مكتمل العناصر بياخد ألوانه، دي طفرة اليولو توكسيدو دي تمام. بكام الجوز بقى؟ 150 150 جنيه يا جماعة، سعر خيالي يعني. تمام. خش، ما فيش سمكة ميتة، السمك كله بيجري على ايدك. يعني عموما الهاوي لما يجي يشتري لازم يعمل للسمك كده، يشوف انفعال السمك. نشيط السمك ولا لا؟ بالظبط، انا لو لقيت سمك واخد جنبه وكاشش وقافل زعانفه، لو التاجر بيقول لي السمك ده ببلاش اقول الله الغني، لان هو ده هيدمر لي الحوض عندي تمام. انا عايز اقول لكم يا جماعه، يعني انا كمان في احواضي عايز اقول لكم انا ما بحطش جرش
ان هو بيريحني شويه في موضوع التنظيف بالظبط، و... عشان كده احنا ما اه بنحطش، فهو انا بحط مجاري. بيسهل علينا، يعني بيسهل علينا في موضوع التنظيف شويه. ف في يعني في ناس ضد الفكره بتاعت ان احنا نشيل الجرش، بس انا بحبها الصراحه عشان بتسهل علينا كتير. يلا نخش على اللي بعده. هنا عندنا جماعه تاني طفره في الجوبي، بلاك نيون. بلاك نيون بلاك نيون يا جماعه حاجه كده مش هتلاقيها عند حد غير عند مينا في مزرعه الانطوني، وجزء ب 150 والجزء ب 150 جنيه يا جماعه كمان، يعني سعر ولا في الخيال. ده شكل الذكور، ده هنا شكل الدكر اهو، ده زي ما ذكر انت بالغ، ده هنا ده ذكر صغير. ده زي ما انتوا شايفين كده الدكر، زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان في المعلومه اكتشفت ان ناس كتير مش عارفاها، ان الدكر بتبقى عند بطنه كده نازل منها شوكه غير النتايه. ده يعني جهاز التمثيل بتاعه. النتايه هنا بتبقى نازل من عند بطن زعنفه. فالاختلاف ده احنا بقوله كل حلقه، ان انا فعلا اكتشفت ان في ناس كتير مش عارفه القصه دي. ده دكر محترم جدا من بلاك نيون، تحفة يا جماعة. الجوز هنا ب 150 جنيه في مزرعة الأنطوني، وهتقطني سمكة رائعة الجمال. عندنا يا جماعة تلت طفرة، الحاجات دي يا جماعة أنا أول مرة أشوفها. يعني أنا متعود الفول ريد، الأندلر، اللي مش عارف إيه، البلاك نيون دي أنا أول مرة أشوفها برضو. هنا برضو عندنا حاجة نادرة الوجود الريد بيربل، اسمها إيه؟ الريد بيربل، ريد بلبل. دي حاجة ده تهجيني انا، ده شغلي انا، ده انتاج انا اللي مينا اعملها، يعني. انا اللي بصوا يا انا جماعه برضو في كذا واحده ده هنا واصل حاجه حكايه. لمستوى. بصوا ده منظرها رهيبه قوي، هات هنا عشان دي كده، انتاج. بص هو مميز في ايه، بص النقوشات اللي على الجسم، طلع عملت زوم على جسمه، جسمه كله منقوش. ايوه عليه زي نقط كده، ايوه، شكلها تحفه. بكام بقى هنا لا مش للبيع حاليا، لسه ده؟ مش لما ازود للبيع. الانتاج، ازود الانتاج واطلبه، شغال على تفريخها شغال على يعني. تفريخه. عامل منها الازرق، والازرق متاح للبيع ازرق، عادي. خلاص نشوفه. ماشي، تمام، بس مستوى يا جماعة قمة في الاحترام، منظره جميل جدا. بصوا النقشة دي باينة اكتر كمان مع الاضاءة، تحفة يا جماعة. مين عنده حبة تحف؟ لا دي احنا هنا لسه لسه مش بنسخن، للبيع، دي احنا لسه لسه مش بنسخن. للبيع. ده هيفرخ وان شاء الله ايه يطلع لنا منها وناخد منه بقى، ويبعت لنا منها ان شاء الله لما يفرخها. يلا على اللي بعد. هنا يا جماعة عندنا بلو بيربل. يا لهوي يا جماعة على المستوى والجمال، تحس ان هي مش جوبي، دي فايتر. شايفين الديل يا جماعه؟ يعني ما شاء الله، احنا مش بنحسد يا جماعه، بس احنا بنحب الحاجه الحلوه، وهي الهوايه بتاعتنا قايمه على العين. ان انا لو بصيت وما عجبتنيش السمكه انا مش هشتريها. ف نقول ما شاء الله حاجه مستوى ولا اروع. طبعا ده ذكر زي ما انتم شايفين. خلاص بقى احنا بقينا متميزين، وبقينا بنعرف الفرق بين الدكر والنتاية. يعني كل متابعين سمكات دلوقتي عارفين الفرق بين الدكر والنتاية. معلش هو الحوض كبير شوية، فمش عارفين ايه ده بوز ب 400، الجوز هنا ب 400 جنيه يا جماعة. رغم ان هو في رساله 800، وعشان انتاجي انا عامل ب 400. دول الانتاج مينا، من تفريخ مينا، فالعامل نص الثمن على طول، كل بنص حاجه اللي انا الثمن بنتجها ببيعها بنص ثمن الرساله. ب 400 جنيه يا جماعة والجوز، وهتقطني سمكة بالغة في الجمال. هنا عندنا يا جماعة طفرة كمان اهو، بلاتينيوم بلوتيل ريد اي، ريد اي كمان، يعني وهم. ما خلاص احنا كنا متفقين، ما الحاج محمد فاروق قال لنا بلاتينيوم ريد اي، البلاتينيوم لازم يكون ريد اي على طول. حاجة يا جماعة مستويات تحفة، حاجة رائعة. بكام الجوز بقى؟ 200. دول الجوز ب 200. دول تفريخك ولا لا جايين رسالة، رسالة؟ رسالة. حلو حلو، اسعار حلوه يا جماعه صدقوني. يعني اصلا المستويات دي ما بتلاقيهاش، ومفيش اصلا الاسعار دي. ده اللي قالوا عليه مش موجود في مصر، وهو إنتاجي. بلاك ميتاليك سناك سكين. حاجه يا جماعه رائعه ولا في الخيال. وايه بقى اسعار على قد الايد يا جماعه؟ يعني ده عشان إنتاجي. الصراحه مينا بيصدمني بالاسعار دي ده يعني. عشان انتاجي وحجمه، هو زي حجم الرساله، نفس مستوى الرساله. والناس اللي كانت شايفه الاصول، كنت ببيع الجوز اب وام مستوردين ب 1200 جنيه. ده انتاجي، الولد عليه بنتين عشان الناس تاخد وتنتج، 600 جنيه، 600 جنيه يا جماعة، حاجة يعني وتقريبا مستوى. انا الوحيد في مصر عندي منه. مفيش بأمانة يعني. يعني الناس اللي كانت بتقول بقى مينا ما عندهوش ومينا ما فيهوش، اهو أو حاجة يعني يا جماعة مستويات رائعة
في الجمال واسعار يا جماعه على قد الايد. يعني مينا هو الصراحه بيعمل بطل واجب مع الشركة. الناس كلها، ومينا كده كده بيشحن لكل المحافظات صح. يلا على اللي بعد. هنا بقى طفرة مش موجودة عند حد في مصر. وسوري في اللفظ اللي يقول لك انا عندي من ده، اقول له انت كذاب حرفيا، وصعب عليك ولسه بدري قوي عشان تمسكها. انزل شوية بالشبكة كده، انزل شوية. ايوه انا عايزك تبين الجسم من الجنب، بس تلف بده. دي هاف وايت يلو توكسيدو رايبو، هي دي مش متعاونة معانا. ايوه اربع اهي. اربع طفرات في بعض. انا مش عارف الرايبو انت جايب باين معاك اهو، باين حاجة تحف يا جماعة، تحف تحف، وبأمانة أسعار على قد الإيد يعني. بصوا كمان ده مش على قد الايد خالص. غالي شوية. ده جاي رسالة لا ده انتاجي انتاجك. بس ب 1200 جنيه الجوز، ده اغلى واحد فيهم. لان كان الاصول ب 3000 جنيه الجوز. جميل. استنوا اوريكم كمان بقية الحب من تحت. لا رائع قوي يا جماعة. في نقطة تانية الناس لازم تبقى عارفاها، أنا بأكل كل إنتاجي في الجوبي أرتميا، ما بياكلش ولا دود ولا بيلتس، أرتميا فأعلى صحة. خد السمكة اخبطها في الحيطة ترجع لك تقول لك أنا سمكة. هنا بس مش عارف هي باينة معاك ولا لأ، ده بلو هاف مون الفانتير جوبي، مش باينة تعويذة طبعا. مش تعويذة مش تعويذة، هو ده اسمها بلو هاف مون، عشان هاف مون عشان ده دائري، ايوه مش عارف هو باين معاك في التصوير ولا ايوه لا، باين باين. والفنت اير وهو ازرق، فبلو هاف مون الفنت اير. بس هي انا شايف ان هي مديه بلاك شويه. لا بلو بلو. بلو بلو صريح. لا بس تحفه تحفه يا جماعه. بص الدكر لما هو بس يلف بالجنب، بلو الجزء ب 250. سعر على قد الايد وسمكه رائعه طبعا. مين هيبعت لنا من الكلام ده ان شاء الله؟ بفضل الحب بس. اللي انت عايزه. حبيبي يا منى. هنا بقى دي احدث طفره في مصر. احنا شفنا البلاك ميتاليك سناك سكين، طب دي البلو ميتاليك سناك سكين، دي ازرق مش اسود. عايز اوريك نقشات الجسم. ايوه هي باينه. استنى اجيبها لكم. ايوه في واحد ده هنا تحفه. بصوا يا جماعه الجمال، يا لهوي يا جماعه. هحاول اخليه يقرب عليك. لا خلاص، هو سيبه هو باين الراجل، هو بينور بينور. شايفين يا جماعه؟ وهم وهم. وشايفين الديل والتفاصيل، حاجه فوق الخيال. بصوا حاجه جميله. ده الجزء بكام بقى هنا؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه الجوز، وهتقطني سمكة. لا لا يا جماعة فوق الرائع، حاجة تحفة. أنا أول مرة أشوف الطفرات دي، أنا كنت بفرج عليها في الصور. إنه مينا ما كانش بينزل فيديوهات. يا مينا ابعت لي ثواني شورت. ثواني ثواني مساعدك بس تشبيرة المية. ابعت لي شورت يا مينا، بوس إيدك وريني. لا لا بصوا يا جماعة، تحف تحف تحف. بص انا ما بحبش، ما عنديش طاقة انا اقعد اصور، هو كل واحد بس شاطر في مجاله، انت شاطر تصوير انا مش شاطر تصوير. بصوا هنا كمان في ذريعة. صدقني يا مينا انت بتتعلمها يعني. انا عشان خاطر القناة اتعلمت التصوير، بص اتعلمت ايديت. بص بص هنا، بص ما شاء نقشة الله الجسم ما شاء الله، تحف يا جماعة. والجزء قلنا بكام؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه يا جماعة، تحف تحف تحف. بصوا كمان دكر ورا اهو، يا لهوي على الجمال. جمال جدا يا جماعة. والنوتي شكلها جميل برضو. بصوا الدكر ورا حاجة رائعة. هنا عندنا يا جماعة طفرة كمان. احنا كده تقريبا جبنا مثلا بتاع 11 12 طفرة، يا عم لسه ما ولسه كمان خلصناش. يعني. الراجل بيقول لكم استنوا معايا. بصوا يا جماعة على الجمال، الجمال والحلاوة. عايز اقول لكم الإضاءة ضعيفة بس الدكر بينور لوحده. شايفين يا جماعة؟ تحس ان هو هاف مون. تحس ان سمكة فايتر في نفسها. بكام بقى يا باشا؟ هتعرف اسمه الأول، اسمع اقول لا اسمه الاول. بلوفيوتك كينج كوبرا. بلوفيوتك كينج كوبرا، تحف تحف يا جماعة. بصوا كمان النتاية بتاعته بقى، النتاية بتاعته حاجة يعني. بصوا ايه مغذية على الآخر، مينا متوصي. بصوا دكر دكر رائع، قمة في الجمال يا جماعة. الجوز ب 800. الجوز ب 800 جنيه، أرخص كمان. ده شكله ده أجمد واحد. شكله يا جماعة رائع جدا، اللي عاجبني قوي. ربنا يبارك اللي هيشتريه. اللي بعد يلا اللي بعد. هنا حضرتك عندنا يولو تايجر كينج كوبرا، يولو تايجر كينج كوبرا هاف مون، عشان الديل ده وراه. خليك حلو قاعد تتصور عشان بيشوف.
بص حتى نيتش ملونه. تحف تحف يا جماعة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لمينا، وانا مبسوط جدا جدا وسعيد ومستويات يعني جوبي انا اول مرة اشوفها في حياتي، يعني انا قاعد مستمتع. بص يا بيشو، اللي عايز ينتج مش هيروح يجيب المتكرر ويهري فيه. صح انا صح عايز اكل عيش، فانا لازم اجيب الجديد اللي انا اخلي الزبون يجري يشد ايه هو شادد انتباهه. صح فانا لازم ابقى انا كتاجر لما باجي اشتري بشتري بعين الهاوي، ايه اللي عجباني وايه اللي ينفع اقتنيها وايه اللي ما ينفعش، وايه الطفرات اللي ينفع تعيش في مصر وايه الطفرات اللي ما ينفعش. اللي بعده عشان لسه يلا. ما خلصناش، لسه ويعني قدامنا كتير. برضو الجميل في الموضوع ان الناس كمان لما تنتج وتفرخ يبتدي يبقى عندنا سلالة بالظبط حلوة. تستقر ونبعد عن عقدة الخواجة زي ما انا عملت، وبقيت بنزل انتاج بسعر اقل. اللي بعده فتحف يا جماعة، وبلاش طفرة. طمع يا جماعة، الله يبارك لكم، اللي يفرخ ما يبقاش طماع عشان كل الناس تتبسط معانا بالهواية وتستمتع. الطفرة اللي جاية انا الوحيد اللي عندي منها في مصر. هو الحاجات دي مفيش عندها حاجة. يلا على اللي بعد. هنا النوادر مش هتشوفها عند حد. فانكس جوبي. تعويذ تعويذ الجوبي يا جماعة، لا الحاجات ركز اللي ما مع الظفر بنشوفهاش. وركز مع الديل وركز مع الجسم. الله الله يا جماعة، فانكس الله. فانكس والنفايات معبية. فانكس وحلاوته والجمال. هاو ماتش از ات؟ زيز سوسو سوسو سو بلاش يا عم، الناس هتتصدم. لا كام؟ 800 800 جنيه يا جماعة، حاجة يعني ولا في الخيال. بس ادخر معاهم تايتين، جميل دخل جميل، بنتين ب 800 وهتاخد جنيه مستوى يا جماعة مش عند حد، هيبقى أنت منفرد بيه يعني. اللي يلا بعده على بعض. انا الوحيد اللي عندي منها برضك في مصر. والاخ المحترم اللي قال مينا ما عندوش بيجيب صور نت، ادي الحاجه على الطبيعه. برازيليان فانتيل. بص حجم يا باشا، بص المستوى يا باشا. انزل تحت انزل تحت، ايوه كده، خلينا نتفرج على الجمال، الحاجات دي اللي احنا ما بنشوفهاش عند حد دي. ولا هتشوفها. هي المشكلة ان معظم السمك بالذات المسالم بيبقى جاي من مزارع بتاع كفر الشيخ، فما بتبقاش كويسة. لا لا لا، هو في اللي بيشتغل شعبي حاجة واللي بيشتغل مستورد حاجة تانية. بس في تاجر عن تاجر، في تاجر بيحب يجازف وقلبه جامد، وفي تاجر لا. أنا واحد من الناس بحب أجازف. بس الصراحة الأمانة يعني تستاهل، إن حاجات مستويات محترمة تستاهل إن أنت لازم تشتريها أميز خالص. نفسي عن غيري، طبعًا. اللي يخلي الزبون يجي إن هو مش هيلاقي الحاجة دي عندنا بس. صح، والحاجة مستويات محترمة، ومينا الصراحة بينتج ويفرخ. انزل تحت شوية عشان الإضاءة. فمينا بيفرخ كمان، فبيسهل الدنيا شوية على الهاوي، والصراحة راجل قمة في الاحترام، يعني بيسهلها على البناد. دول الجزء ب 800. الجزء هنا ب 800 جنيه يا جماعة، مستوى محترم ولا في الخيال يا جماعة. كده احنا خلصنا الحلقة، اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا معانا في مزرعة الانطوني مع مينا يوسف. اسعار جميلة ومستويات محترمة، انا كنت منبهر جدا جدا بالجوبي والفايتر، حاجة يعني فوق الخيال، وما بتلاقيش الكلام دوت عند حد. فأتمنى إن أنتوا تكونوا اتبسطتوا، وما تنسوش الدعم من لايك وسبسكرايب، وباي باي.